يفهم احلى راديو توا مديسي على 36 دقيقة. احنا معكم كما العادة في الكلمة ديك باش نسمعوكم، نسمع اصواتكم ونسمع ارائكم وتعليقاتكم في المواضيع اللي تهمكم، وطلبونا على 31 380 ألف. ان شاء الله بداية اسبوع موافقة للجميع، للناس اللي تخدم، للناس اللي تقرا، اللي يسمعوا فينا من ديارهم، مرحبا بكم. من تونس ولا من خارج تونس، هو نفس الرقم اللي تتواصلوا به معنا، هو 31 380 ألف. موضوع مهم جدا للتوينس، لانه نعرفوا التعب اللي مرينا به الصيف اللي فات وحتى زيدا في وسط العام. فرحنا نوعا ما لأنه كانت فما عدة أمتار، فرحنا بامتلاء السدود نوعا ما وتحسن نسبة امتلائها، ولكن نحب نعرف أنتم انتظاراتكم، تخوفاتكم من الصيف المقبلة. نمضي معكم زيدا بتصريح خلينا نسمع آراءكم فيه، لأنه وين ما نحكيه على المياه في تونس وجودة المياه، نلقى برشا تشكيات من عند مواطنين في عدة مناطق وولايات في تونس على امتداد ال 24 ولاية، وين الناس تتحدث على لون ومطعم وريحة للماء، وقت اللي نعرفوا انه هذم الكل ما يزمهمش يكونوا موجودين في الماء. هو تصريح هذايا للسيد احمد سولة مدير عام السناد، في تصريح كان قال فيه انه ماء السناد ذو جودة وصالح للشرب، ولكن التونسي تعود على شرب المياه المعلبة. احنا نعرفوا انه صعيب برشا باش ما نقولوش من المستحيل، وانه يوصل ماء لمواطن تونسي غير صالح للشرب، ولكن الجودة والنوعية تنجم تختلف، خاصة بعد ما يصير انقطاع المياه وتعاود ترجع الماء، فتنجم تكون النوعية ماهيش باهية برشا. فهذا هو موضوعنا، طلبونا على 31 380 ألف فيما كنتوا موجودين في تونس وإلا خارجها، انتظاراتكم وتوقعاتكم للصيفية هذه، تخوفاتكم زيادة إذا فما إشكال تحبوا تتحدثوا عليه. حسام صافي في الأعداد، أمينوس في الإخراج، إيمان وإيهاب على EFM TV، معكم جيهان بن عبدالله، ومرحبا بكم في الكلمة ليك لليوم. EFM أنتم تسمعوا في EFM الكلمة ليك على EFM أحلى راديو. الاثنين 13 ماي، موضوعنا لليوم هو مقترح من مستمعينا، اللي مش باش نعطيو المناطق حاليا، ولكن تنسمعوكم انتو من بعد شويه تحكيو على جوده المياه واختلافها ونوعيتها مع التذكير زيدا. والموضوع هذايا اللي ديما تحط عليه في مختلف وسائل الاعلام، انه فما ناس لليوم في تونس واحنا في 2024 مازالوا يشريوا الماء من عند ناس اللي يدور وتبيع فيه في بيت، ما يعرفوش منين جايين، المصدر نتاعو شنو، الجوده نتاعو شنو، كيفاش تعليبه، منين جاي هالماء هذايا، لانه فما عدة مناطق في تونس، فما عدة قرى في تونس لليوم ما عندهمش الماء في ديارهم، لليوم ما عندهمش سبالة. شنو الاشكال هذايا وعلاش وكيفاش مواطن تونسي لليوم ما عندوش الماء في داره؟ دونك اليوم كل ما يهم المياه اطلبونا على 31 380 ألف. اول تليفون لليوم، اهلا وسهلا، مرحبا سي حاتم. مرحبا بك. اهلا وسهلا، مرحبا بك، مين تكلم فينا حاتم؟ مرحبا بك من سكره بالضبط. مرحبا بك سيدي، اهلا وسهلا، ومرحبا بكم مستمعينا في سكره سيدي. الناس اللي يسمعوا فينا وفيك. يعيشك، شكرا لك سيدي، خلنا يعيشك يا لب. والله التصريح نتاعو انا سمعته معناها في البريس، عاد على الميديا الكل. معناها الكل معناها ما نقولكش راهم نقدوها، زاد واحد يعطي فيه كلمه حق. هو معناها توا مع احترامي لشخصي يسب له في شعب كامل. معناه هو معناه يحب يقول لنا اللي هو راه فما ماء عندنا بالحق قاعد يوصل في السبابل وراه يتشرب. اقسم بالله جات فتره تعدات، اقسم بالله الماء حشاك ماتن ماتن ماتن، ما لا فيه لا تقولي لا جوده لا في ما فيه ما 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 لا يمد الواقع بالسيره. معناه في سكره، هذه تحكي على منطقتك انت في سكره؟ اي في سكره، اي وبالادله وبالبراهين وفي الشيران وبالعباد وكل شيء. وين وقتاش الفترة معناها نوعية الماء وجودة المياه كانت عادية طبيعية ومن بعد صارت القلبة؟ لا ما فماش، لا شوف كان قبل الماء، الماء كان قبل. أنا تنعطيك حاجة أنا تعديت بي، أنا كنت نشرب ماء سبال عادي، كان عندنا ماء يهبل في سكرة قبل، كان ماء بالحق والله ماء نظيف بالأمانة. هو برشا مناطق في تونس ساعات يقولوا راهو ماء سبيلة نتاعنا بنين وحلو ويتشرب في جهات معينة في مناطق معينة. ما نكذبش ما نكذبش، كان ممتاز جد ممتاز. تغير في الفترة اللي ما بين 2005، من 2005 تلسكو سيناه الماء، معناها بدات العباد تطعم في ماء آخر. لعلمك يعني الوقت هذاك راهو لازم نقول لك احنا ماناش نستعلكوا برشا في الماء المعلب. ما شاءت الصدف وكوني انا في مر نتكيف، صار لي انا اكسيدون، قعدت في السبيطار 24 يوم. ان شاء الله لباس على العالم الخارجي. خليك
لا الحمد لله هذيك باش ترد بالك انت على العالم الخارجي وبطلت الدخان الحمد وليت نشم. تعرف ما هي نصيحه دزونا، وليت نشم يعني بالحق وليت نشم، وليت عندي حاسه شم رهيبه. أي. اقسم بالله ربي اول ما هبطت وجهي اول مره قمت من السرير وهبطت وجهي باش نغسل وجهي تصدمت بريحه لا اراك الله. يعني معناها اليوم احنا اذا كان نعانيو في مشكله نتاع ماء راهو في الاساس فما انستالاسيون قديمه عندها سنين رب العالمين. راهي فما اللي ما يعرفوش هو اللي احنا صار مره بان لهنا في سكره وقت اللي طلينا على الماء على الحفره اللي حالين فيها ترافو نجم نقول لك راهو فما 10 متر واللوطه هابطين بالزيجو قديم مش من عهد العكري. هذا عاينتوه انتوما خاطر اختير اللي تحكي فيه سي حاتم، هذا عاينتوه وبلغتوه لصالح المختص. انا نحكي معاك حتى البقعه، اي واحد تمشي البقعه في سكره ونزل بنت الرحمه فما زيجو غاديك متعدي يقول لك راه فما اكثر من 10 متر واللوطه زيجو قديم 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 قديم. وقت اللي تكسر الزيجو وحلوا على الزيجو ونقول لك الماء اخضر. يعني هذا مشكل سيانة بالأساس ومشكل سيانة راهو على مستوى الجمهورية الكل. اي احنا سامحني باهي مشكل سيانة وقت اللي احنا عندنا بنية تحتية هشة وقديمة من عهد العكري كما نقولوا احنا. وقتاش احنا باش نجدوا حاجة أخرى انستالاسيون أخرى نتاع ماء تتعدى بطريقة علمية جديدة وتتعدى نظيفة للمواطن، والمواطن راهو اللي قهرت وكونه قاعد يمشي خلص في فاتورة الماء. تعرف شنو يخلص فيه الماء؟ لعلمك اللي الماء بوندو شوي صابون والله بفضيحه، معناها انك تدخل بالحق معناها تحط مريول ابيض راه مستحيل يخرج لك ابيض، ومش لازم نحكيه لما نوعيه يعني الدرجه هذيا نوعيه الماء السيئه في سكره حاتم. لا خايب 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 ولا خايب ولا خايب للامانه خايب، ومش في سكره برد. نقول لك يمكن انا مشيت المناطق الداخليه واحد وكل ما نكذبش في الشمال ما نظيف، انا شربت منه ما نظيف. نوعيه الماء لهنا في لونكومبرومون في البني في الواحد والانستالاسيون القديمه وكذا سي نورمال. اما هنا لفت لسياته وكانوا كي نتحدثوا معناه ياخذنا على قد عقولاتنا، ما نجيوش احنا نقولوا بقعه بحديثه البني يتعدى لها ماء صالح للشرب واحد وكل وبقايا قديمه سكر. نحكي لك راهي بقعه قديمه قديمه سكر، والانستالاسيون نحكي لك عليها راهي والله قديمه. أكيد ليه من غير من دون حلفين يعني. إيه نحكي لك يعني وقتاش هذا باش يتبدل وقتاش ينظروا له بعين الاعتبار اللي احنا رانا عباد نورمال معناها ما فيها باس. لو كي انت نجي انا نخلص الفاتورة ماء يقول قايل على شنو نخلص فيها وانا نشري في الماء من برا. علاش انا نتلذ باش نشري انا دبابز ماء زعما لها الدرجة معناها بالحق ما يتشربش. شكرا لك يا حاتم، يعطيك صحة على مداخلتك. يا لله بارك الله فيك وسامحونا على الديرونجمون. مرحبا بك سيدي، بالعكس مرحبا بكل مستمعينا على 31380000. كان معنا حاتم من سكرة، مهم وان نذكروا بالجهات والمناطق بخصوص موضوعنا لليوم، لانه يقولون زيد المستمعين راهو الماء فيه اختلافات، وحتى زيد انقطاع الماء راهو مش كيما في تونس العاصمه كيما في مناطق الشمال كيما في الساحل اللي كانوا تعبوا برشا المده اللي فاتت. ونجيونا حتى برشا تليفونات من الساحل يقولون رانا نحن والماء نلعبوا في لعبه الغميضه، تخرج تخدم يرجع الماء، ترجع انت لدارك الماء عاود يقص، وبرشا اشكاليات صارت وحتى ناس تعطلت في الخدمه نتاعها. فكل ما يهم الماء اليوم تطلبونا على 31380000. معنا فوزيه من حي الغزاله، اهلا وسهلا مرحبا علي فهم. وي على السلامه. مرحبا بك فوزيه، اهلا وسهلا. عايش بنتي، قلت انا عندي اون بيتيت رمارك كونسيرنون الماء المعدني اللي في الدبابس. من غير ما نسميو لي مارك، من غير ما نسميو لي مارك، الناس الماركة اللي موجودين نلقاهم في العطارة في الحماصة في كل ما هو كوميرس بريسك محطوطين على التروتوار في الشمس اكسبوزي. انا خدمتي جو سوي شيميست وفي عمل في الشيمي، اول عام علمونا نعملوا التحليل كل 15 مينوت كل 20 مينوت نحطوا في البلاستيك نحطوا في البلار معناها ايش لي ريسبونسابل هذو الكل من عشان في الصحه
في ميادين أخرى يشوفوا في الدبابز محطوطين في الشمس. أنا وصلت كل مرة نتعدى مع واحد جنتي مون كلمه عايش ودي راهو مش به راهو يعمل فما الأشعة هذيك تتعدى وفما أمراض الكونسير فما كذا فكل واحد تعرف شكون لي ويحلف لي قولي والله تو مذكر هبطناه أنا ندخله فيه عندك هذي وعندك الترانسبور أمتاع هذه المياه هذية تشوف كاميونات فهمتني إيد كان معناها شوية فما وعي تلقى باش شغلون أما أكحل ولا كي لكحل ولا كي هذيك يجلب الأشعة زادة فهمتني على الأقل أنا نعرف اللي في الخارج توصل لخصية 700 دينار تونسية إذا كان ماء ولا برودوي اليمونتير كيلكونك حتى وراء فيترين حتى وراء فيترين مهم شيء في الاكسبوستا في البرة في الغال في الأوروب في الأتروتوار وراء فيترين في الشمس توصل خطية 700,000 وإحنا أنا شوفوا معناها فوزية إنا نحبك تزيد تفسر لي أكثر بما أنك أنت شيميست وهذا اختصاصك نعرفه وأنه فما مذرة وديما نقوله أنه في البلار خير ملي في البلاستيك ولكن الناس تستغليه شوية تقول كراو أغلى البلار فيمشي للبلاستيك جستما فسرنا يا فوزية شنو الأضرار خلي الناس تتوعى بصفة واضحة شنو الأضرار وقت اللي يكون الماء في البيبز بلاستيك ومحدود للشمس خلي كلنا نبدأ فاهمين هكا كما سيتك فسرنا فوزية شنو الأضرار اللي تنجر على هذا أنا je suis pas médecin, je suis chimiste. أنا كفيرتي نقول عادي تل فروديف الكروماتو en phase gaseuse وشوف البيك معناها تطلع نقولهم البيك طلعت أما كمام جي دي زامي médecin اللي يقولوا لي راهو سي كونسيريجين فهمتني الماء لكن لي برودوي دو كولور ما نسميهمش اللي يشبوهم مع الأشعة تصير لافوتوشيمي معناها خطر أكثر هما باش يربحوا الاسباس يخلي الماء برا للشمس يخرجوا البرة فما يقول يتعدى وخطي خطي مش لازم يجيب ستوك فيه 2000 دبوزة باش تبيع 500 يجيب 500 حطه من الداخل وغطي بالابيض غطي بالابيض على الاقل كيف تقريب ما قلناش الاشعة نتاع ضر شمس مضرة للمواد الغذائية كلها يعطيك الصحة يا فوزية شكرا لك شكرا لك ومهم التحسيس هذا مهم وانه نثيروا هكا اهتمام التوانسة لمواضيع مهمة كما هكا على خاطر حتى اللي يسمع فينا يمكن فما برشا من الناس ما يجيبوش البيل ما عندهمش الخبرة يهز هو بيدو من برا ستيكة الماء ويشري ويمشي على روحه وقت اللي تنجم تكون فما مضرة كبيرة يعطيك صحة من جديد شكرا لك فوزية من حي الغزيلة اليوم نحكي على ماء السنات على جودة المياه انتم في جهتكم كيفاش تشوفوا هذايا وهذايا على اثر تصريح جاي لمدير عام السنات يقولوا انه الماء ذو جودة عالية ولكن في المقابل برشا توينسا في برشا جهات يتشكي ويقولوا راه فما ريحة راه فما مطعم ولكن يمكن هذايا ما يفسرش وانه تكون المياه غير صالحة للشرب خلينا نسمع رايكم انتم مرنيك ويظلي عنا برشا ما نسمع من مرنيك مرحبا بك عبد الحميد اهلا وسهلا مرحبا عليا فهم مرحبا بك يا سيدي شكرا لك شنو نحكي لكم انتم مرنيك اليوم الصباح نقوم الصبح تاع الصباح نحل الشبال نغسل وجهي نلقى الماء حليب ابيض 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 مش اول مره معنا بعد نهاري 3-4 ساعات الجمعه نحلوا الماء الصباح نقوم نحب نعرف ماشي مسؤول يفسر الحكايه هذه شنو الحكايه هذه نتاع الماء ابيض هو شهدناها رانا كلنا كي تحكينا نحسوا وان الصوره هذه شفناها ونتسائلوا الحقيقه انا ما عنديش اجابه ولكن انا بدي سالت مرات قبل يظهر لي قاعدين يعالجوا في المياه ولا حاجه هكا ولا ليه؟ لا يعالجوا المعالجه معروفه باش تجي مره في الشهر مره في الشهرين مره ثلاث ايام اربع ايام نحل الماء نلقاوها ابيض ثلاث ايام اربع ايام نحل الماء نلقاوها ابيض اش قاعد يصير فينا بون الحمد لله اللي مش البون ما احناش نشربوا فيه احنا اللي نقدروا على البنبونه نتاع الماء بل فيه فهمتي ومتاع عبتنا ما نحكيوش عليه ما يقدرش جمله باش يشرب الماء من المعلب اي انا نحكي وتوك الحمد لله قدرنا باش نشريو نتاع البنبونه هذيك نتاع 6 ساعات بل فيه فرانك ولا 200 ولا قداه فهمت نحكيو على غيرنا اليوم معناها ماء كانه حليب واحد يشرب ماء حتى كي تغزر له باش تشرب الاشكال هذا ديما في مرناق ديما في مرناق ديما في مرناق ديما ريتمون ماهيش ديما ريتمون تو عندي
عامين ولا أكثر، معناها الماء نهار بعد نهار بعد نهارين بعد كذا إلى قاعد الجمعة إلى أمريكا. ما نشربوش فيه بالطبع. فيه مطعم أنت ذقتوش على الأقل حتى كانوا تشربوش فيه؟ لا لا ما نشربوش فيه. والله صدقني حتى كان يوفى الماء عندنا في الدار وكذا والصغار يحبوا يشربوا الماء. معناها يتلزوا ويقعدوا ما يحبوش يشربوه نتاع السبالة ولا تعطيهم الكاس للمرأة معناها من السبالة. جوست شادين يد. يقعدوا بلاش ماء حتى نروح لعشيه باش نشري لهم الماء. مشكلة كبيرة ياسر أنا والله ولا ورينا في مشكلة كبيرة. إن شاء الله الصوت يوصل عبد الحميد من هورنيك ويجيبونا على الإشكال هذي. فعلى الأقل التفسير وعلاش وشنو اللي صاير ومدام الصغار ولا بدونا أصفر على الأقل إذا كان هو يتبدل ألوان أعطونا أصفر أزرق أحمر كل مرة لون. قوس قزح كل مرة لونينا الألوان. والله يا أخي إذا كانوا باش يمتعونا بالألوان أعطونا شوية ألوان أخرين. شكرا لك يا سيدي، ان شاء الله يجيبونا عليها التساؤل هذا. احنا مازلنا معاكم حتى لساعتين وحتى كدينا الاجابات من بعد ونسعى وانه نجيبوكم على تساؤلاتكم فتلقاو عنا الريبونس. شكرا لك عبد الحميد من مرنيك، مازلنا معاكم على 31 380 80 ألف. معنا رقيه من جمرت، اهلا وسهلا مرحبا بيك. مرحبا عسلمة يا رقية ولا رقية تحبي يسميك رقية؟ مرحبا بك من غير شكل معناها باللهجة التونسية. متصلة راني ما تحصلتش عليكم أول مرة. مرحبا تحصل عليكم ملا فرحنا برشا وإنه سمعنا صوتك. مرحبا بك يا حبيبي. خلنا نتاع جمرت الماء يهبط مش باهي حتى نلقينا ماء أبيض يلمع ما فيه سخ ما فيه حتى شيء من الخزنة يخلوه الماء سمعت لا رقيب ولا مع وسعوا في القرنة ولا عنده حل الماء زي الصارة وإحنا نصحوا على الماء. عاد فصار لي رقية خاطر حكيت شوية بالزربة. يا ماما سامحني يا ماما ولا هذي الماء لحزير بالتراب فهمتني ولا ننسينك لازمنا للباب من الباب ما لنا تغذبنا مرضنا بالحساسية عائلة كاملة يرضوا ما في المعدة يبين كل واحد معناها الناس هذيك اللي دور تبيع في الماء راهو يمرض راهو يمرض راهو يمرض رغم مرضنا بالحساسية رغم عدنا مشاكل خاطر الماء هذا رقية احنا الناس الكل تحصلت عليه وقلنا ما نعرفوش المصدر نتاعه. نعرفوش مرضنا رانا والماء ضايع خسارة علاش الناس ما تتصرفش طابت من جبل ابيض يلمع خسارة. واضح يا رقية ان شاء الله يوصل الصوت. شكرا لك يا فرصة. قلت قلت ما نشوفش قلتوا يا ماما. واضح شلا يوصل يا رقية وهدفنا اليوم وأنه نلقاو الإجابات وأنه نوصلوا المعلومات واستفسارات التوينسة بصفة عامة. اللي مازال يحب يتواصل معنا كلامنا على 31 380 ألف. كيما مع فوزية حكت لنا على الأضرار وحبت توعي التوينسة الكل وتقول راهو ما تحطوش الماء للشمس وتوا احنا قادمين على سيف وسخانة قوية وفي القوي الماء يكون في البلاستيك ويكسبوزي في الشارع هكيكة واللي تنجم تنجر عليه أمراض مخطرة برشا. فماذا بينا نردوا بينا الناس الكل نشكرها مرة أخرى فوزية ونشكر كل واحد حب يفيد شعب التونسي الكل. كيف كيف رقية زيدة عندها تساؤل إن شاء الله جيبوها عليه بخصوص جمرت اللي يسمعوا فينا من السند. تليفون آخر من رادس، مرحبا بك مليكة أهلا وسهلا. خاص تليفون مع مليكة. أهلا وسهلا مرحبا بك إلا شنحو لك يا مليكة. مليكة مرات مرحبا بك يا مليكة. سكرنا الغادي اللي بحذك فضلك وحكي معنا من التليفون باش نجمو نسمعوك. أنا في رد كنت 2010 الماء كان تحفون على الأخر يتشرب عادي حلو ما فيش حتى ريحة سواء عن 2024 صدقني جريف طاح حتى باش تتوضى به الماء سنين بركة هذي الماء الماء كتحط باش تتوضى حشيكة شم ريحة الماء وتشرب تشري طيب تشري يقعد حتى باش تتوضى ولا باش تغسل سي انسيبورتابل فيه ريحة معني حتى التطيب مليكة ما تستعملش ماء السبالة ما استعمل استعمل باش نقول لك ليه سترو قد باش تقعد تشري تغلي الماكسيموم حتى الكولور نتاعو مش شكل ترانسبارون. شنو فيه لون فما لون في الماء في رادس فما لون وي فما لون ما نحكيوش عقصان الماء في رادس خاطر فما لون في قص ديجا دخلت معاكم هنا ألف مرة وحكينا يقص الماء بعد كي يرجع بكل تراب تدوش تلقى بيت البانو تراب الأحمر الفوكونتي ساعتين ثلاثة باش يرجع عادي هذي بعد كل قصة هذي بعد كل قصة ماء يكون فيها تراب قولوا عادي راهو دي ترافول كل ما يستنبيش صباحك تقوم انا بنتي تقول لي ما يشوف في مريء ما فيه ريحه 2010 كنت في رادس الماء نشربوه عادي
صدقني عادي. شنو اللي صار؟ تقول انت شنو اللي تبدل؟ شنو اللي تغير فيه؟ شنو اللي تبدل جسيطة؟ نتسألوا هالعلاقة عنده علاقة بشو حالميه بصفة عامة؟ تسألتوا انتو ما خطنصار مش الاشكال هذا اللي كنتي بركة واكيد جيرينك وناس الموجودين في رادس الكل وصلتوا هالاستفسار هذا للسنات حاولتوا تلقاو اجابة من عندهم بخصوص هذا؟ تلقاش دي ريبونس، تقول لك دي ترافو، تقول لك كل مره الميده المائيه نشحت، كل مره يعطوك معناها اكسبليكاسيون جو سي با اسكو صحيحه، ما نجمش نقول في الدومين هذاك، فهمتي؟ الى حد هذه اللحظه مازال الماء جوده سيئه، دي فوا دي فوا اما باش اذا تشربوا امبوسيبل بارفوا نتيح مونك ماء، كل امور خميسه تحطوا في فمك ما تنجموش، ما نحكيش على اولادي وما نحكيش على العائله ذيك، بالحق انسيبورتابل. ربي يقدر كبير وكرم. شكرا لك يلا يعطيك الصحة، ميرسي على مداخلتكم الكل. شكرا لك، ان شاء الله يوصل وهذا هو الهدف نتاعنا. كنتوا معنا من سكرة من غزيلة مرنيقة مرت رادس، فما برشا تشكيات بخصوص المياه وهذه آرائكم جيت. دعا تصريح مدير عام سناد اللي يقول وأنه ماء سناد ذو جودة وصالح للشراب، ولكن التونسي تعود على شرب المياه المعلبة بما معناه أو هذا شنو فهمنا، وأنه وقت اللي مشينا لنوعية أخرى من المياه ما عادش نقبلوا المياه متاع السناد، ولكن التوينسا يتشكاو ويقولوا راه المياه فيه لون وفيه ريحة ورانا ما نجموش حتى نستعملوه للتطيب مثلا أو لشؤون البيت وغيره. إن شاء الله نلقاو إجابات وفي تفاعلات معنا نستنى ورد من السناد وتنقل لكم نحن الإجابة ونرجعوا لكم بها في الكلمة ليك. شكرا لكم على الاستماع وعلى تفاعلاتكم. وسيمة سعفي في الأعداد من أسفل الإخراج من إيهاب علي FM TV، كنت معكم جهام بن عبد الله. تشاو تشاو في المنو EFM EFM الكلمة ليك.